الصلاة أكمل التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين وهكذا إنزال الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل والزبور فالكل كلام الله تعالى. نعم. الكل كلام ربنا. التوراة والإنجيل والزبور فالكل كلام الله تعالى القديم الواحد. نعم. لكن ما أتفكر كلامنا. كلام ربنا يعلمه هو فالكل كلام الله تعالى القديم الواحد ولكن اختلفت الترجمة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى أممهم. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ظاهر. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالقلم الأعلى واللوح المحفوظ وجبريل عليه الصلاة والسلام لكلام الله تعالى في كل واحد منها مظهر خاص. وترجمة خاصة لا تشبه إحداهما الأخرى كالمعنى الواحد الذي نتصوره بعقولنا ثم ننطق فيه بألسنتنا ثم نكتبه بيدنا يعني يجب لك مثال إنه النطق باللسان غير الكتابة باليد بالكتابة باليد غير التصور بالعقول. أول شيء أنا بصور المعنى بعدين بنطق فيه بعدين بكتب بلا تشبيه. يعني كلام ربنا منزه عن الحرف والصوت. أما أنا وإياك فقراء إلى الأحرف والأصوات وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالقلم الأعلى واللوح المحفوظ وجبريل عليه الصلاة والسلام لكلام الله تعالى في كل واحد منها مظهر خاص وترجمة خاصة لا تشبه إحداهما الأخرى كالمعنى الواحد الذي نصوره بعقولنا ثم ننطق فيه بألسنتنا ثم نكتبه بيدنا. كل واحد له ميزة خاصة كل واحد له. وجاب لك الآية الكريمة وما أرسلنا من رسول إلا ليبين لهم. إن وكل أمة إنها لسان يعني تقدر تقول في 100 لغة. نعم. يلي بيحب يشوف هذا المعنى يروح الحج ويشوف الناس هناك وكلامهم وهيك تخوشهم مع بعضهم واجتماعهم.
وفي أنفسكم أفلا تبصرون. المعنى دقيق هون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الناس بيقولوا سبحان موزع اللغات، بيقولوا هيك، لكن هي معناها دقيق، سبحان موزع اللغات. سبحانه وتعالى، صلى الله عليه وسلم.